يحيى احنا بنحبه جدا جدا. لو انت بتحب يحيى راشد ده جدا طبعا ده كاركتر. ده هو يحيى راشد. هو يحيى ما ده اللي هو يحيى راشد ده اللي انا عايز اوصله. اه يا بيه، هل في حاجه شخصيه؟ هل حاجه قديمه؟ اصل حتى مش شعر في حاجه قديمه. طيب لا والله خالص، الخيال مش اكتر يعني. يعني في الاخر كل روايه بطلع منها الناس بتتخيل ان انا حد في الروايه، بس هو حقيقه الامر لا، هو هي دي شغله الكاتب انه خليك تصدق انه ده هو يعني. بس لا خالص. بس من وانت صغير في الخيال ده؟ من وانا صغير انت عارف احنا 78، انا مواليد 78، فاحنا كان مفيش غير مصطفى محمود بالليل لعلم ده اكبر خيال. اه لا اقصد ان مفيش يعني تلفزيون بالمعنى اليوتيوب والبرامج، ومفيش الحاجات الخواجه جدا. فطبعا طفل صغير 8 سنين بيتفرج على الثقب الاسود والفراعنه والفضاء والناس اللي بتتجمد ويطلعوا في المستقبل، فطبعا اكيد هيطلع غريب الواد ده. اه فماما طبعا في لحظه كده حست ان في حاجه، احنا نوديه للدكتور. اه وديتني للدكتور بالفعل. اه ده بجد دكتور في المانيال، قالت له شوف ايه الواد هيروح منه. الواد هيروح منه قعد يتكلم معايا، فلا خاله بس واسع شويه، فما تلاقيش سي بي يعني، هو هيظبط يعني. الاول مره اعرف الموضوع ده. اه بجد. اه فعلا يعني. بس وبعدين عدت يعني الحمد لله. طلعت بقى بعد كده وانا كبير بقى، طلعت فيهم بقى، طلعت كريم بعد كده. اه طبعا طبعا. لما مروان حامد واحمد مراد كلموني قالوا لي يا كريم هنعمل الجزء الثاني، عايز اقول لك ان انا كنت بحكي لك على رعبي من الجزء الاول، اضربه في 10 في الجزء الثاني، على جزء مش على مراد ومروان خلاص. انا هعمل ايه يعني؟ انا كنت حاسس ان انا خلاص، انا جبت اخري في حراش الاولاني، في ما عنديش يا مراد خلاص. وكانت عندي نفس الحاله اللي انت بتقول عليها دي بتاعت كلبش اتنين. لما بتقرا الورق، لما بتبقى شخصيه قريبه منك جدا، لما بتحسها مجرد ما بتلبس اللبس فعلا يا مين. صح والله، ممكن الناس تفتكر ان لا ده كلام حقيقي. انا الناس ما بتصدقنيش لما اقول والله العظيم يا جماعه. أيوة. انا لما ببدا اول مشهد في كلبش بصر ان انا البس الجاكيته الجلد السوداء، والله العظيم فعلا بتخلينا اتغير، انا مش عارف ليه. أيوة. تركب جوه الكاركتر طبعا. اه والله ده اللبس، الشنب، هتلاقي نفسك مشيتك اختلفت. آه. العين عملت وبقيت اقول لنفسي يمكن اول مره اسمعها، هقول ايه في الجزء الثاني؟ طب هقول زي الاولاني، همثل زي الاولاني، ولو مثلت زي الاولاني طب ما الفيلم الناس هتزهق. الناس هتزهق. آه. كيمياء. يعني يقول لك الناس ما بينها وبين بعضها كيمياء. مروان ومراد طبعا في الاول، الكيمياء اللي ورا الكاميرا، كيمياء الممثلين، بتلاقي حاجه راحت طالعه. لا وغير كمان ان انت لو كل جزء يعني، انا شايف المره دي في ناس زادت على الجزء الثاني. صح طبعًا. يعني في هند صبري طبعًا. في اياد نصار، ففي كاست مختلف، فبرضه انت عمال بتعلي في البراند بتاعك طبعا. يعني برضه لما بتدخل معاك نجوم برضه كبار جايين بيشتغلوا برضه في المنظومه بتاعتك دي، فلا ده معنى ان الموضوع ناجح والناس كلها عايزه. زي النهارده ما بقول لك، لا انا نفسي اشتغل فعلا في فيلم زي ده، حاجه عظيمه وربنا يكرمكم وان شاء الله نشوف ثالث ورابع. واتمنى والله العظيم الفيل الازرق ده ما يبقاش طول عمر، ده لازم يفضل مكمل كده. انت هتجننونا 20 جزء. انا عندي عيال. انا عندي عيال يا بيه. انا عندي عيال.